كل الأوفياء للأولى لمتابعة أهم وأبرز لقاءات إياب سدس عشر نهاية كأس العرش بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني. فريق الجيش الملكي وقع على بداية مثالية بانتصاره الكبير خارج قواعده برسم ذهاب سدس عشر نهاية كأس العرش أمام فريق المغرب التطواني بثلاث إصابات مقابل شيء، وهو كله طموح والسعي لاستعادة تألقه بعدما غاب عن واجهة الأحداث ومنصات التتويج لخمس سنوات متتالية. كان الفوز بمدينة تطوان بالنسبة لروما وأيضا عزيز صمدي بمثابة كسب رهان أول على رأس الجهاز الفني لفريق الجيش الملكي صاحب الرقم القياسي في مسابقة كأس العرش ب 11 لقب. فريق الجيش الملكي الذي قدم نفسه بشكل لائق وبصورة صحيحة أمام فريق المغرب التطواني ليقدم إشارات قوية بخصوص قدرته على إعادة رسم خارطة الدوري الاحترافي والعودة من جديد نحو التألق. فالتعاقد للفريق الجيش الملكي مع مجموعة من اللاعبين أعطاه واحد الشحنة قوية وأيضا أعاد الثقة للجمهور. الجمهور الزعيم على الرغم من الحرارة المفرطة اللي تعرفها مدينة رباط هذا اليوم فهو أتى ليساند فريق الجيش الملكي في هذا اللقاء ديال الإياب على الرغم من التقدم في مقابلة الذهاب بثلاثة مقابل لا شيء. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، بالنسبة للفريق الضيف فريق المغرب التطواني، فالإسباني سيرجيو لوبيرا غادي يعتمد على اللاعبين التالية أسمائهم. في الحراسة هناك محمد اليوسفي، عبد العظيم خضروف، محمد أبرهون، سلمان ود الحاج، نصير الميموني، المهدي الخلاطي، أحمد جحوح، أنس المرابط، تاتو خيسيس رودريغيز هذا لاعب إسباني، فيفيا مابيدي وحمزة بورزوق. في كرسي الاحتياط توجه عبد المولى الهردومي، يوسف بوشات، عدنان العاصمي، يونس الحواصي، ياسر الكحل، رويضة هذا اللاعب إسباني، وعلي ولد الشاعر. بالنسبة لفريق الجيش الملكي فروما وعزيز الصمدي اعتمدوا على التشكيلة التالية. في حراسة هناك كريم فكروش، بقية لاعبين هناك عبد الرحيم شاكير، هشام العمراني، المهدي بن رحمة، يونس حمال، مصطفى اليوسفي، سعيد فتاح، المهدي النغمي، إلياس الحداد، إسماعيل السردي وحسن الطير. في كرسي الاحتياط توجدوا حمزة حجي، هناك كريم بن عريف، حمزة خابة، ياسين الحواصلي، يوسف أنوار، حمد الشيخي وأشرف هرماش. ثلاثي التحكيم من عصبة الدار البيضاء نور الدين الجعفري، عبد الحق فتحي، عبد الرحيم حافظ، الحكم رابع جلال جيد، والمراقب عبد المجيد بن حنا. كما قلت تعاقدات لفريق الجيش الملكي، سبعه ديال التعاقدات من الاجود اللي قدم على فريق الجيش الملكي هي التي اعادت الثقه لانصار الزعيم. فالكل تابع لقاء الذهاب، فمجموعه كبيره كبيره جدا من انصار فريق الجيش الملكي ازت فريقها في اللقاء لانتهى ثلاثة مقابل لا شيء. الأهداف اللي سجلهم كل من المدافع العمراني شاكير ومصطفى اليوسفي. فريق الجيش الملكي غني، أو فريق المغرب التطواني غني عن التقديم. الفريق اللي هذه منذ ثلاث سنوات أربع سنوات كان وما زال من بين الفرق التي تقدم عرض جميل على المستوى التقني. ايضا الجماهير ديالو على الرغم من الغياب ديالها اللي ما جاتش الى مدينه رباط باش تازر الفريق ديالها، فالكل يكل الاحترام لفريق المغرب التطواني اللي قدم سنوات ومواسم جميله اما مع الاطار الوطني عزيز العمري او الاطار الاسباني لوبيرا. فالان الوجهه ديال الفريق المغرب التطواني هي ان شاء الله التاهل الى نصف نهائي عصبه الابطال، ونتمنوا له مهمه ناجحه بالكونغو لما يواجه فريق مازيمبي.
فتكون تعرف بان الفريق المطوري عنده 8 ديال النقاط مناصفه مع مازيمبي والهلال السوديني، في حين فريق سموحه المصري غادر سباق التاهل الى الدور المقبل. اذا نتمنوا كل التوفيق، كل توفيق، وقلوبنا دائما مع فريق المغرب التوني الممثل الوحيد للمغرب في عصبه الابطال الافريقيه. أذكر بأن فريق المغرب التوني تعرف مجموعة من الغيابات، هناك بالأخضر، مهدي عزيم، نائم، وأيضا غرادا. فالآن كل الطموح ديالو هو الرجوع بنتيجة إيجابية من الكونغو من فريق مازيمبي، وكما قلت نتمنى له كل التوفيق لممثل المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية. ايضا في هذا اللقاء يدخل اللاعب حمزه بورزوق القادم من فريق الرجاء. امامكم تشكيلات فريق الجيش الملكي. اذكر ب حكم اللقاء نور الدين الجعفري الذي يعتبر ايضا من خيره الاطر والحكام على الصعيد الوطني. حكم جعفري غادي يساعدكم عبد الحق فتحي وعبد الرحيم حافظ، والحكم الرابع جلال جي. تؤخذ صوره تذكاريه لفريق المغرب التواني هنا بملعب الفتح. امامكم تشكيلات فريق المغرب التواني التي يغبي عليها كل من لاعب كرادا، نايم، مهدي عزيم، وايضا يونس بالاخضر. الكل تعرف المرجعيه ديال فريق الجيش الملكي اللي اعطانا اسماء كبيره. هذا الاسباني لوبيرا، اللي ما عرفش كيفاش حد من قوه فريق الشمالكي بمدينه تطوان. روماو، خوسي روماو، في تجربه جديده مع فريق الشمالكي، رفقه ايضا اطار وطني تيساعدو وهو عزيز الصمدي. الكل تتكلم على روماو وما تتكلموش على الصمدي. الصمدي اللي السنه الماضيه فاز مع فريق الامل بالبطوله الوطنيه، ويعتبر ايضا من خيره الاطر التي تشتغل بصمت. ولما اتى روماو اعجب بكثيرا بعزيز الصمدي. ضربه البدايه للجيش الملكي اتجاه العميد شاكير. شاكير كرة طويلة، أول رد هجومي خطيرة، محاولة خطيرة لكن تدخل الدفاع بعد تمريرات. اللاعب المهدي النغمي تنتهي بتدخل الدفاع. أول ضربة ركنية في الشوط الأول. حسن طاير، كرة دائرية ارتقاء، تدخل الحارس اليوسفي،
ما بيدي سعيد فتاح تترجع دائما لعناصر فريق الجيش الملكي. برحمة شاكير كاريف كروش سعيد فتاح افتشاه اليوسفي لكن هناك أبرهون هشام العمراني شاكير شاكير يبعد الكرة تسلل لفائدة فريق المغرب التطواني. وتشجيعات متواصلة من أنصار الزعيم. صورة جميلة لأنصار فريق الجيش الملكي في هذا اللقاء. جحوح برزوق برزوق داكورت اتجاه لاعب جحوح اتجاه فيفيا مابيدي هناك شاكير شاكير ومابيدي يبعد الكرة تدخل جيد ديال احمد جحوح هشام العمراني كانت عملية فنية ديال العمراني امام برزوق شاكير لا احد كان هناك فقط اللاعب المهدي الخلاط تماس للمغرب التطواني أبرهون أبرهون وحسن طير جحوح كرة طويلة جحوح بمثابة ترمومتر فريق المغرب التطواني يعتبر أيضا من خيرة لاعبي خط الوسط الدفاعي في البطولة الوطنية نغم إلى أحد تماس جحوح ما بدي كانت بعيدة على الإسباني تاتو كم خلى امتياز كان تغطية جيدة ديال اللاعب حمال دائما حمال لمرة ثانية تقطعت كرة لوسفي حسن طير ما تفكرش من كوتو حسن طير القادم من الدوري السعودي من فريق الرائد السعودي واللي سجل معاه اكثر من 12 الهدف وتم اختيار حسن طير من بين احسن 10 لاعبين مهاره تسلل ديال برزوق وتم اختيار حسن طير من بين احسن 10 لاعبين مهاره في الدوري السعودي والكل كانت يتكلم على حسن طير رفقه فريق الرائد بعد ما تالق مع فريق الشعله السعودي كاريف كروش خطأ ضد حسن طير فحتى الانتقال ديال مرتضى فال الى فريق الوداد خلى واحد الفراغ على مستوى خط دفاع فريق المغرب التطواني ميموني نصير ميموني برزوق برزوق هشام العمراني فيفيا مابيدي جحوح خروج الحارس فكروش وضربة مرمى يستعد فكروش تنفيذ ضربة مرمى
الكروش اللي كان من نتاج مدرسة فريق المرة الفاسي للحراس اللي أعطت أحسن الحراس على الصعيد الوطني. في كروش القادم من ليماسول القبرصي ما كاينش تسلل، تدخل جيد ديال فكروش امام برزوق، خطا يقول الحكم الجحفري. لفائده اللاعب برحمه شاكر النغمي، شاكير لمن للاعب حسن طير كرة ناقصة شائمة، خضروف فيفيان مابيدي، ضربة خطأ لفائدة مابيدي، حوار مع اللاعب سعد فتاح، الحكم يهدئ الوضع. أبرهون خضروف، عبد العظيم خضروف للاعب طاطو جحوح، أبرهون، هناك حمال فيفيان بابيدي التي يبحث على برزوق، نغمي في مرتد هجومي بمفرده يطلب المساندة، راوغ لاعبين، الحكم يقول ضربة خطأ لفائدة اللاعب النغمي. طريقة جميلة باش دخل بنا لاعبين، شاكر تمرار لمن لا أحد، خروج الحارس محمد اليوسفي. أبرهون تلعبوا ثلاثة ديال المدافعين، هناك الخلاطي أبرهون والميمون نصير الميموني. ما كاينش خطأ يقول الحكم الجحفري اللي كان قريب من العملية. برزوق جحوح كرة جميلة، لكن كان هناك اللاعب السردي، ضربة خطأ لفائدة فريق المغرب التطواني. هناك شحوح، أيضا سلمان ولد الحاج، طلب منهم شحوح باش يخليوا ليه الكرة، إعادة لخطأ لفائدة عبد العظيم خضروف. تلعب الآن الدقيقة 9، ضربة خطأ لفائد فريق المغرب التطواني. هناك جحوح، هناك حمزة أبو رزوق، كان فكروش يطلب من الزملاء ديالو باش يبقاو واقفين في الحائط، وقوف جيد في اتجاه القائم الأول. حديث بين برزوق جحوح وأيضا أنس المربط، الكوفي عارف أن جحوح تسدد بالرجل اليمنى بطريقة جيدة، يستعيد جحوح للتسديد، ضربة خطأ، يسدد كرة جانبية من شباك الحارس كريم كروش. غادي نشاهدوها بالعرض البطيء، ضربة مركزة أيضا، متابعة جيدة لكريم كروش، ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي، دائما صفر لمثله مع بداية الجولة الأولى بعشر دقائق. شحوح تماس،
للجيش الملكي. السردي أبرهون، السردي مرة أخرى في اتجاه اليوسفي، طاطو لاعب إسباني، خضروف بمفرده لاعب سريع، لاعب سريع أمام هشام العمراني، خضروف إيش يعمل؟ ضربة خطأ، حكم يقول ضربة خطأ ضد هشام العمراني وإنذار، أول إنذار في لقاء. بكل روح رياضية هشام العمراني يتلقى الإنذار، لأن ما كانش عنده حل لإيقاف خضروف سوى التدخل بهذا الشكل. وكان المرتد سريع، قادوا اللاعب خضروف، نصيل ميموني في تنفيذ ضربة خطأ. جو لاعبي فريق المغرب الطوالي الآن في منطقة العمليات، نصير الميموني غادي يسدد بطريقة دائرية لأنه غادي يسدد بالرجل اليسرى. نصير الميموني يسدد كرة عالية، ضربة مرمى للجيش الملكي، سدد بقوة كرة شيئا ما عالية على مرمى الحارس كريم فكروش. روماو تجربة جديدة مع فريق الجيش الملكي بعد ما كانت عنده تجارب مع الرجاء والوداد. تمكش بالكرة حسن الطير، سعيد فتح، فتح في اتجاه شاكير، شاكير كرة ممتازة في اتجاه لاعب النغمي، وخروج موفق، خروج موفق للحارس اليوسفي. كان طريقة جميلة باش مرر شاكير في اتجاه اللاعب المهدي النغمي. فلاعب شاكير عميد فريق شماكي، المركز ديالو تأهلو باش يكون من بين أكبر لاعبين المنشطين لهذا المنطقة بالتبيلة ديالتو البينية وأيضا الطويلة. حسن طير في تنفيذ الركنية، كرة عالية من هناك، كرة من أخذ ورد بالرحمة، شاكير اتجاه فكروش، كان على شاكير يلعب كرة حسن ما يرجع الكرة لكريم فكروش، فهو احتياطا رجع الكرة للحارس ديالو جحوح. كرة طويلة، خضروف اللاعب المهاري الخلوق واللي كان وراءه المجيء ديال الفريق المغرب الطواني والاطار الوطني محمد فاخر، مشى شافوه في ملعب البشير بالمحمدية، من ثم انبهر بعطاءات خضروف ووقع الفريق المغرب الطواني. فكروش اتجاه لاعب السردي، ممتاز كرة بالصدر عند يوسفي، يوسف اتجاه لاعب السردي، محاولة ومرتدة هجوم لفئة فريق الجيش الملكي، اوه ممتازة ممتازة عند النغمي، هدف أول لفئة فريق الجيش الملكي، هدف أول لفئة فريق الجيش الملكي. ولكن بعد هذه الصورة الجميلة لأنصار فريق الجيش الملكي، أطلب من الزميل نورتيم بمهاود يعطيني الكرة من باش شدها اللاعب السردي هنا، ممتاز كرة بين السردي واللاعب اليوسفي، السردي غادي يمرر الكرة
جميلة فوق طبق للمهدي النغمي الذي يهزم الحارس اليوسفي. فالمنطلق كانت برجل اللاعب اسماعيل السردي، لاعب كرة هو واللاعب اليوسفي، والحكاية تعرفونها. تقدم فريق الجيش الملكي بهدف مقابل لا شيء. جحوح، حمال، يوسفي، برحمة، حسن الطاير، حسن بعيدة شائعة مع اللاعب اليوسفي في يد الحارس محمد اليوسفي. تلعب الآن دقيقة 16، تقدم فريق الجيش الملكي بهدف اللاعب المهدي النغمي. المهدي النغمي ما كانش خطأ، وتخرج جميل ديال اللاعب جحوح، لاعب جحوح لاعب متكامل تقنيا. سلمى عود حاج، جحوح، ميموني، فيفيا مابيدي، خضروف، سلمان ود حاج، سلمان اللي خضروف بين ثلاث لاعبين، صعيب عليه باش يخرج بين هاد ثلاث لاعبين. سعيد فتاح، حسن طاير، حسن طاير، حسن لاعب برحمه، المهدي النغمي، شاكر، برحمه، سعيد فتاح، شاكير، كرة صعيبة على اللاعب السردي. سليمان ود حاج اللي يحمل مستوى جيد جيد جدا لحد الآن لعناصر فريق الجيش الملكي، انسجام على جميع المستويات، وهذا تدل على العمل ديال الإدارة التقنية لفريق الجيش الملكي. اليوسفي، حمال، مابيدي، خضروف، خضروف تجاه لاعب طاطو، تسلل تسلل، كان لاعب إسباني طاطو متسللا. وروما وتطلب من سعيد فتاح الإسراع في تمرير الكرة. ودائما حتى النظرة ديال عزيز الصامدي اللاعبين لأنه تعرفهم بشكل كبير، مرة تيجي تتكلم مع روما، وهذاك اللاعب خصو يعمل هذا العمل، ودائما النظرة التقنية ديال عزيز الصامدي تكون دائما نظرة ثاقبة وأيضا ناجحة. أبرهون، فيفيا بابيدي، وهشام العمراني، حمال، اليوسفي، خضروف، خضروف غادي مرار، غادي مرار ليمان، تيقطع الكرة حمال، هناك المهدي النغمي، استرجع بسرعة لاعبي فريق المغرب التواني، جحوح، صعيب على، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل، طاطو، الكرة ما خرجاش، هدف، هدف تعادل ديال اللاعب سلمان ود الحاج أمامكم. كانت فترة فراغ استغلوا فريق المغرب التطواني بهذا التمريرة ديال اللاعب طاطو، كان هناك حرا طريقا سلمان ود الحاج الذي يهزم الحارس في كروش، والتعادل. إصابة لمثلها بين الجيش الملكي والمغرب التطواني، هذو العشرات اللي تمكنوا
باش يجيو المدينة الرباط باش يأزروا فريق المغرب الأسباني. والكل تعرف القيمة الكبيرة ديال الجمهور ديال فريق المغرب الأسباني اللي يعتبر هو السند الأول للفريق ديالو. ثم خطأ لا يغتفر للحارس اليوسفي وتتمكن اللاعب مصطفى اليوسفي من تسجيل الهدف الثاني. غادي نشاهدوا بالعرض البطيء الخطأ الكبير ديال الحارس محمد اليوسفي امامكم. لاحظوا مشى الكرة لكن مشى ليها بشكل ناقص وتتمكن اللاعب مصطفى اليوسفي من هالزاوية من المراوغة ديال الحارس وتسجيل الهدف. إذا جوج الأهداف للجيش الملكي، هدف واحد للمغرب التطواني. حتى الحركة اللي قام بها سيرجيو لوبيرا أمامي تنم على عدم رضاه على أداء بعض لاعبي فريق المغرب الأسباني اللي تيمروا من فترة فراغ ذهني. نتمنوا يكونوا في أفضل الحالات ديالهم بالكونغو أمام فريق مازيمبي. خضروف برزوق يوسفي حسن طاير برزوق لمن محاولة خطيرة والهدف هدف جميل ديال اللاعب خضروف هدف تعادل جميل ديال خضروف. كيفاش راوغ وبشكل ديال اللاعب الكبار تيسدد وتسجل هدف تعادل. خضروف تمرر الى برزوق. لاحظوا في هذا العرض البطيء تمويه ديال طاطو كيفاش راوى بالجسد ديالو وتسجل هدف تعادل في شباك كريم فكروش. اهداف جميله لحد الان شاهدنا في هذه 23 دقيقه تعادل بين الجيش الملكي والمغرب التطواني. وذكر بأن نتيجة لقاء الذهاب الجيش الملكي 3-2. خطأ ياسر المالود الحاج مسجل الهدف الأول. جحوح فيفيان مبيدي سلمان ودحاج غادي مرة سلمان ودحاج وتمس للمغرب التطواني. مستوى الفريقين مستوى جيد حتى الآن. جانب من اللاعبين اللي غايبين على فريق المغرب التطواني وبيناتهم بالخضر يونس بالخضر اللي سبق عليه لعب مع فريق الجيش الملكي كرسي احتياط فريق الجيش الملكي فريد سلامات مدرب حراس الجيش الملكي. ايضا هناك بن عريف الشيخي مجموعه من اللاعبين الشبان. اين في الخطا كريم كروش كما نشر ضربة خطأ لفائدة حسن الطاير العمراني. فيفيان مبيدي تسلل
سلوا الحمزة برزوق. أين في الخطأ هشام العمراني؟ برحمة، خطأ لفائدة برحمة. تنفيذ ضربة خطأ اللاعب شاكر. هناك هشام العمراني، هناك الحداد ونفاد جحوح، فيفيا مابيدي. مابيدي في اتجاه أنس المربط. الكرات الا وتخرجوا من رجل جحوح. خضروف، خضروف تجاه مابيدي، هذا برزوق تيسدد. كانت هناك انطلاقه ديال فيفيا مابيدي لكن السديده كانت بعيده على امام الحارس فكروش. جماهير الزعيم هم شباب تجمعهم حب جاري في الفريق الجيش الملكي، فريق المغاربة بصفة عامة، فريق ما تمثلش مدينة بحد ذاتها، تمثل كل المغاربة ككل. فريق ليعتبر فريق مرجعي، أعطانا أسماء كبيرة لشرفات كرة القدم الوطنية. سلمان متحاج يدخل هشام العمراني، الحداد مرة أخرى، العمراني تجاه النغمي. ضربة خطأ لفائدة المهدي النغمي. وفي هذا الملعب بالذات ما كانش فيه عشب، كان فيه تربة فقط. من هذا الملعب بالذات كانوا لقاءات كبيرة وكبيرة جدا تجمع الجيش الملكي بفرق مثل مدينة الرباط كالفاتح كالرجاء كالوداد كالمحمدية. وفي هذا الملعب بالذات لعبوا فيه مجموعة من اللاعبين المهارة، وعلى رأسهم النجم الكبير ديال الجيش الملكي المرحوم دريس باموس، اللي يعتبر من بين أربعة ديال اللاعبين لم يعرف المغرب مثله، كالمرحوم بربار، كالمرحوم بالمحجوب حسن أقصبي. نتشهدوا الإعادة ديال الهدف الجميل اللي كانت محاولة ثنائية بين لاعب السردي وأيضا اليوسفي، وتمكن لاعب نغمي من تسجيل الهدف. قلت حتى الملاعب ديال مابيلا، ديال التقدم، ديال بوعلال، شهدات بروز نجوم كثار كسعد دحان، كالمرحوم مصطفى درويش، عزيز العمري، البوعزاوي الله يرحمه، حمدي، مجموعه كبيره لا يسع المجال لذكرها. فكل هذه الاسماء كلها اتت من ملاعب الاحياء بمدينه الرباط. للان ما تلقوا لحد الان حتى شي ملعب لهذا. فحتى النجوم هم نجوم نادرين. جحوح خضروف العمراني خضروف فيفيان مابيدي، مابيدي شنو داعمين غادي يسدد، رجع الكرة مرة أخرى لجحوح،
ينتظر كرة بينية خطيرة 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 محاولة قدم كورتو بشكل كبير اللاعب سلمان ودحاج. كانت فكرة طيبة من طرف اللاعب جحوح. حتى الهدف الثاني اللي كان خطا ديال اليوسفي فتيتحمل القسط ديالو ايضا اللاعب ابرهون. ابرهون كان اما يكمل الكره الحارس يوسفي ولا يخرجها للزاويه، وتعرف بان اللاعب مصطفى اليوسفي لاعب سريع ف اقتنص كما تيقولوا الهفوه بين ابرهون واليوسفي وتمكن يسجل الهدف الثاني. فحتى ابرهون تيتحمل ايضا العبء ديال الهدف، ما نقولوش غير الحارس اليوسفي حتى ابرهون. تنعيش الان دقيقه 31، دائما تعادل اصابتين لمثلهما لحد الان، مستوى طيب في هذا الشوط الاول. تسلل الحكم يعيد تنفيذ ضربه خطا. الفريق المغربي تعرف غياب مجموعة من اللاعبين. يوسفي تدخل جيد ديال سلمان أبو الحاج، سعد فتاح برحمة اليوسفي يمرر، تدخل المهدي الخلاطي برزوق. أول لقاء ديال الوصمية مع فريق المغرب التطواني. جحوح يطلب اللاعبين، تمتو كانت شيئا ما ناقصة في اتجاه اللاعب سلمان أبو الحاج. حداد حداد في جهة المهدي النغمي، المهدي أمامه ثلاث لاعبين. ما كانش خطأ ما كانش خطأ. سلمان أبو الحاج سلمان ودحاج اتجاه لاعب طاطو بين اللاعبين. السبيل المهم غادي يرجع الكره، خصو يرجع الكره لفيفيا مابيدي، كان عليه يرجع الكره لفيفيا مابيدي. سعيد فتاح الحارس كان في كروش. ابرهون خضروف ميموني ملئين خط الوسط بشكل جيد لاعبي فريق الجيش الملكي. النغمي النغمي يراوغ بشكل جميل بمفرده، تطلب المسانده. هناك اللاعب السردي الظهير الايسر لفريق الجيش الملكي. السردي ما كانش خطا ما كانش خطا. حمزه برزوق شاكير وكريم فكروش يبعد كرة إلى التماس. واللاعب السردي إسماعيل السردي يطلب من الطاقم الطبي لفريق الشبكي الدخول لإسعافه. روماو يطلب من سعيد فتاح وأيضا اللاعب الحداد باش يوزعوا اللاعب بشكل جيد. هما اللاعبين ديال خط الوسط سعيد فتاح وايضا اللاعب الياس الحداد. جد في التماس جحوح
دخل امتياز، هناك خضروف، خضروف، كرة بينية، كرة بينية، تسلل، تسلل، كانت فكرة جيدة ديال خضروف، الكرة ديالته في اتجاه اللاعب أنس المرام، لكن مراقب الخط يعلن على تسلل. كما قلت حرارة مفرطة تعرفها مدينة الرباط. يستعد كليف كروش لتنفيذ الخطأ. شاكير وفيفيا مبيدي، فيفيا مبيدي، شحوح، كالضخو ديال إلياس حداد اللي دائما توقف أمام اللاعب شحوح. هشام العمراني، هشام، دخول جيد ديال نصير الميموني، جحوح، برزوق، كرة بعيدة على فيفيا مابيدي، هشام العمراني وفيفيا مابيدي، خطأ، خطأ بالفعل. السردي، اسماعيل السردي اللي قدم مستوى طيب خلال هذه الجولة الأولى. الجولة اللي عرفت الرجوع الإيجابي للاعبي فريق المغرب التواني في النتيجة، وأيضا حتى في الأداء كما قلت، على الرغم من غياب مجموعة وازنة من اللاعبين، فصامد فريق المغرطواني بغي يخرج بنتيجة إيجابية من مدينة الرباط. طاطو وضربة مرمى، وله من إمكانيات البشرية باش يخرج بنتيجة إيجابية أمام فريق كبير اسمه الزعيم اللي انتصر عليه في لقاء الذهاب بثلاث إصابات مقابل شيء. كروش تجاه اللاعب السردي، إلياس حداد، حمال، السردي، كانت كرة صعيبة على المعتدل النغبي باش ياخذها. جحوح ممتاز، كما تيقولوا النظره ديال اللاعب شد كره ضربها عرف فين غتوصل عند اللاعب انس المرابط. هادو هما اللاعبين الكبار اللي عندهم التمريرات الجيده. هذه محاوله كانت متابعه ديال اللاعب خضروف، وايضا متابعه جيده ديال هشام العمراني. ابرهون، ابرهون ماشي في النهار ديالو، ما كانش خطا يقول الحكم. خضروف ضاعت ليه بالرحمه، هناك حسن الطير، بالرحمه، راوغ خشلي عمال، ينتظر احد اللاعبين وسدد، وكان قريب من التسجيل. انذار، انذار لبالرحمه، طرد لبالرحمه وجحوح بعد نشوب خلاف بينهما. ونطلب من الزميل المخرج نودي بن مهود يعطينا اللقطه باش كانت الكره عند بالرحمه. هنا ما كاينش جحوح، هنا تيسدد كره جانبا. بعد ذلك غادي نشاهدوا المحاوله، نشاب، ضربة رأسية من جحوح وأيضا من بالرحمة، وورقة حمراء للاعبين.
والكل تعرف على جحوح لاعب ذو أخلاق. هذه أول مرة تشاهدوا في هذه اللقطة بالذات، لأن ما عرفش باش كانت كرة عند برحمة باش راوغ، واش جحوح ضرب برحمة بعد ذلك المسدد عاد جاء عنده، كان هناك نقاش بين اللاعبين، انتهى مآله إلى الطرد لكل لاعب برحمة وجحوح. تلعب الآن دقيقة 41، دائما تعادل بين الفريقين. تدخل لاعب السردي، طرد لاعبي خط الوسط. هذا راي اثر بشكل كبير على لاعبي فريق المغرب التواني، والكل تعرف الوزن والقيمة ديال اللاعب جحوح على مستوى خط الوسط، وأيضا بالنسبة للاعب المهدي بالرحمة. ضربة خطأ لفائز فريق المغرب التطواني في تنفيذ خطأ نصير الميموني. نصير الميموني يستعيد لتنفيذ ضربة خطأ. ميموني كرة عالية خطيرة، كان حرا طريقا. اللاعب سلمان بن الحاج هذه إعادة لضربة خطأ. سلمان بن الحاج كان حرا طريقا، نشاهدوا هنا كان الشجار بين اللاعبين في هذه اللقطة بالذات. كان هناك دفع من طرف جحوح والآخر ضربه بالراس، الآخر عاود له نفس الضربة، والجعفري لقى الحل الوحيد هو طرد اللاعبين معا. أبرهون تاتو فيفيا مابيدي، كرة بعيدة على أبرهون من طرف، كان قريب منه خضروف، كان عليه يعطي الكرة لخضروف أحسن ما يسدها بشكل بعيد على اللاعب أبرهون. السردي في تنفيذ تماس، السردي اتجاه حمال كان خطأ. العمراني شاكير مدين النغمي لشاكير، هشام العمراني، الحارس كاليف كروش يبعد الكرة، هناك أبرهون. جوج دقائق لنهاية المقابلة، كوقت بدل ضائع. أنس المربط، أنس يمرر اتجاه برزوق خضروف، كرة جميلة لكن واش غيتمكن منها؟ لا ما تمكنش منها اللاعب سلمان بن الحاج. ضربة مرمى لفائز فريق الجيش الملكي.
كرة في اتجاه اليوسفي، ترجع الكرة للحارس كريم فكروش. تلعب الآن دقائق الأخيرة، دائما تعادل بين الجيش الملكي والمغرب التواني بهدفين لمثلهما. شاكير، سعيد فتاح، شاكير، كرة طويلة اتجاه مهدي النغمي، كان تدخل ديال اللاعب الميموني. في اتجاه خضروف، وفي هذه الاثناء الحكم نور الدين الجعفري يعلن على نهايه الشوط الاول بالتعادل الاثنين لمثلهما. القاكم مع بدايه الجوله الثانيه.